سلام صحباتي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ توحشتكم بزاف. اليوم نويت نديكم معايا نمشيو نديرو شوبينغ. المهم شحال ما نمشي الصراحه للسنتر كوميرسيال مابقيتش كنمشي بزاف. كما كتعرفوا دابا راه كاينين لي سولد، يعني كاين الرباحه. نقول لكم الاوفرتا شحال ما درت لكم فيديو، صافي تلفات لي الهضره. المهم اول حاجه سبقناها في سنتر كوميرسيال بريمار، كما كتعرفوا كانت غاديه معايا الوالده ديالي حقاش هي بغات تاخذ شي حاجات وصافي. وكما كتشوفوا اول حاجه دخلنا بانوا لي حوايج ديال الوليدات الصغار، وجيت نشوف صراحه كانوا تخفيضات زوينين، خصوصا في داك الشيء اللي ديال الوليدات اللي هكا من 6 شهور الفوق. اغلبيه الحاجات ديال البيبيز باقي ما كانوش يعني حاطين شي حاجه هكا في الاوفرتا. كما كتشوفوا اغلبيه داك الشيء شويه كبير، ولكن كانوا صراحه هميزات. البنات اللي عندكم الوليدات ديال 9 شهور الفوق كانوا هميزات زوينين صراحه الله. وكانوا شي حاجه بحال هاد الصبيبطات والتقاشر ديال البرد بحال هاد البيخامات. المهم راكم كتشوفوا عتمينه زوينين صراحه. شوف بحال هاد اللبسات هادو يصلحوا حتى لهكا الصيف، يعني خصوصا في كي بيخرج الصيف ولا على حسب تاني كل بلاصه فين كاينين. حنا مثلا هنا كاين الصهد بزاف، كيصلحوا بحال هكا في شهر 9 وهذا. وصراحه كانوا هميزات واعرين 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 البنات. عرفتوا كان شي حاجه تلقيناهم دايرين اورو 50 اورو. المهم كما كتشوفوا انا كنحاول نقرب لكم الاثمنه. وهنايا شديت لكم شي هاد القميجات هادو. كما كتعرفوا دابا خارجين موضه الالوان الالوان مشعشعه الالوان الفاقعه اللي كتبان من بعيد. صافي هنا ماما كنا كنشوفوا الحويجات ديال البيبيس، كنقلبوا شي حاجه للعيان وما لقى لا شي حاجه صراحه باش ناخذ ليها بزاف. لحقاش كما كتعرفوا دغيا كيكبروا واصلا عندها حوايج الصيف، زدت غير شي حاجه هكا بشهوتي فيهم وصافي. وصافي هنا كنوريكم شويه السنيد لحمقاتني ما لقيتش الطايه ديالي هاد الذهبيه، لان 39 جاتني صغيره مقارنه مع اللي لتحت هذوك البيج اللي لتحت، هذوك 39 جاتني كبيره. تخيلوا باش تعرفوا الذهبيه حمقاتني الصراحه. قولي نتوما كي جاتكم. وماما خدات هذا البيج هادي عجبتها وخداتها، وكانوا ثاني دايرين اوفرطه في هادو 7 اورو شفتو. تاهما زوينين بحال هكا نهار على نهار. وانا خديت هذيك، المهم دابا نوريكم شنو خديت انا ما خديتهاش في الاوفرتا. وكانوا هادو ثاني داير لهم 6 اورو صراحه ثمن زوين بالنسبه للبنات اللي كيعجبكم الصنيدلات. وكانوا هادو البنات اللي كيعجبوكم هادو ما دايرينش فيهم التخفيض ديال السماطي. كما كتعرفوا هادو ديما كيتباعوا، هادو الناس كيبغيوهم بزاف، يعني كيدخلوا في الصيف كيطروا اصلا الطايات. ودابا كانوا الحق ما دايرينش لهم اوفرتا اصلا، كانوا بثمن زوين. وهنا كنوريكم سراو ديال الجين اللي كيعجبكم هادشي المقطع، وهذا جايبين داك السيل بحال هكا ديال لي موم جينز بحال كما كتشوف كيجيو فضفاضين. مهم كما كتشوفوا بريمارك يعني ما بقاوش عندهم الاثمنه كي كانوا بحال هذا، ولكن صراحه الجوده تحسنات. يعني سراو ديال الجين ديالهم ديال دابا ماشي بحال ديال شحال هذه، شحال هذا لا علاقه. دابا صراحه شي حاجه زوينه. وكانوا دايرين فهاد الشاكيطات هادو تاهما البنات الدخول المدرسي وداك الشيء الالوان تا هما كانوا دايرين فيهم التخفيضات. المهم كانوا صراحه كانوا اثمنه زوينين اللي بغى يدير شوبينغ. كما كتعرفوا دابا اصلا بريمارك عندهم هاد القضيه كيديروها فاش كيبغي يخرج الصيف هكا بشي شهر ولا شهرين، كيبداو اللي كيديروا داك الشيء ديال الصيف كيبداو يديروا ليها اوفرتا. يعني دابا اصلا فاش مشينا عرفتي لقينا دايرين حاطين يد حوايج البرد البنات. وهنا بنا جينا للبلاصه ديال السيكان، وعجبوني هاد الكارطه. بقول لي انا هو انا حمقني هاد اللون، ولكن كما كتعرف هاد اللون مع الوليدات وداك الشيء يتوسخ. وقول لي واش امحت الكحل ولا هاد البيج. ماما قالت لي خدي الكحل وانا بغيت البيج، وما عرفتش الصراحه دايخه نشوف كاين هاد الرينيونيرات تاهما شحال زوينين بالنسبه للناس اللي كيخدموا ولا يعني زوينين ولا حتى هكا نهار على نهار. علاش لاني مكيبغيوش يهزو شحال ثقيله، تيجيو تاهما كومودوس دير فيهم التليفون والفلوس. وانا كنوريكم الساك ديال داكشي ديال تخرجي بلا ولاد خفيف ظريف صغارين. انا نيت اليوم كنت هازه معايا البنات ساك صغير، تخيلوا هزيتو واحد شويه ونحطو درتو في الساك ديال لايان. حقاش علاش علاش ملي كيكونوا ولاو الوليدات ما كيبقاش ديك القضيه الصباط و الصباط بحال الصاك وداك الشيء متيول. لا 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 كتقلبي على الراحه. شو السكان ما تعجبوني، ولكن صراحه ما خديتش منهم لانه ما لاش واش خلاوه عجبني الموف بزاف، ولكن ما عنديش معاش اللبسه هادي علاش ناخذ حسن بلاش. حتى هذيك الساعه لقيت معاش اللبسه وباقي وناخذو. اما الباج والكحل عندي السكان بهذا اللون، اما صراحه السيل ديالهم زوين 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 كيحمق. هوني عرفتي راني تراسي البنات وكنسجل بالكاميرا ثقيله. وتخيلوا دابا هاد الطرف هذا راني درتو زعما سرعتو مع ذلك بقى ثقيل.
وصافي انا كنوريكم السيكان عاوتاني. المهم راكم عارفين بحال هاد السيكان هادو اللي كيبان بكم فيهم تنساب الذهبي دوك يمكن كانوا شويه غاليين، ندير لهم 17 اورو كنظن العقلي ينفعني، والباقي راكم عارفين 15. المهم تما ما بقوش زعما بريمارك عندهم اثمنه رخاص كي كانوا شحال هذا، ولكن على حسب شنو بغيتي. صراحه الجوده تحسنات يعني مقارنه مع شحال هذا، الجوده تحسنات يعني وليت نلاحظ شحال من حاجه عندهم بحال شكل ديال ستراديفاريوس بولاند بيرو غادي هكاك. وهذا ما كان هنا وريتكم البنات هاد السراول هادو، ولكن ما خديش منهم ان شاء الله تايب ويدير لهم التخفيض عاوتاني وناخذهم الحق جيما تنتشمت كناخذهم هكا ب 18 اورو 17 اورو وكنلقاهم في التخفيض غير ب 8 اورو ما بقيتش كنبغي ناخذهم بلا تخفيض. وهنا كنوريكم الالوان وشوفوا البنات الصاك باش تعرفوا اكثر. ما عجبني الباج هزه واحد في يدي وواحد في ظهري، حتى جيت كنشوف كنلقى راسي هزه واحد في كتفي وواحد هزه في يدي. وصافي هنا كنلقى الزيف ديالي راكم عارفين الزيف حريرته حريره ما كيزقاش. كنوريكم شنو لبست، لبسه مريحه. وهنايا انا ودانيا كنتعاونوا باش نقاد الصاك في يدي، وجبتكم جيت الديكوراسيون باش ما تقولوش انا ما فكرتش فيكم. كما كتعرفوا حنا العيال كنحماقوا على هذه البلاصه هذه، وعرفتي كنت غادي كنمشيو نخلصوا قلت ماما بلاتي بلاتي نمشي نضرب دوره جيت الديكوراسيون يعني واخا ما ناخذ حتى شي حاجه نوري بعدا البنات شنو كاين. انا عرفتي هذه البلاصه هي اول حاجه كنت كندخل لها باش كنت كنجي البريمارك وحق الله دابا البنات كنميك عليها لانه كنبقى ناخذ شي حاجات اللي ما كان اصلا ما عندي فين نحطهم. وصافي دابا جيتني نضرب دويره نوريكم شنو كاين شفت انا، ولكن كنحاول ما نهز حتى حاجه حنا نشوف واش ما غنهز حتى حاجه. انا كنوريكم هذه الكوزينه شحال زوينين يعني السرابطه ديال الكوزينه. شوفوا البنات هاد اللوينات ديال هاد الكيسان شحال اللون كيحمق. المهم شوفوا الديكوراسيون بغيت تقادو شحال في الصالون ولا بيت الناس راه داكشي غزال. انا كنوريكم القراعي. المهم هانتوما كتشوفوا الاثمنه راكم عارفين يعني هادشي ديال الديكوراسيون تا هو مابقاش يعني شي حاجه رخيصه بحال لبسيت كنظله كانت لبسه ب 9 اورو ولا ما نعرف. هاد القراعي البنات شريتهم ما ديرهمش في الغساله ديال الماء عرفتي راه كيولوا صغار اصلا ما بيديكم للتوضيح. وهنا جات البلاصه المفضله ديال الاورغانيزاسيون كيحمقوني بحال هاد الحاجات هادو هاد الشبيكات هادو حقاش كيورغانيزيو مزيان. وخديت هادو صراحه هاد الغوز شوفوا البنات هادشي الشيء الخضر سبحان الله كيفتح النفس. وهادو البنات اللي كيعجبكم ستيل بوهو كيجيو زوينين بحال هكا بتعلقهم في الصالون ولا بيت نعاس كيعطي واحد ستيل زوين. المهم صراحة الديكوراسيون ديال بريماركس هي زوينة يعني إلا عرفتي زعما كاينش لعيبات واعرين عندهم. هنا بلاصة الشمع كما كتعرفو أنا رفان ديال الشمع البنات والروايح ديال هكا ديال الدار تيحمقوني. هنا جيت لبلاصه البيجامات صراحه ما شفتش مزيان ديال البيجامات كنت باغا ناخذ شي شورطات من هذوك اللي كيكونوا يجيبوا نورمال والله ما شفت صافي ما عييت. وريتكم هاد التريكو عجبني جا بحال هو بيجامه يعني كسوه ولكن تقدر تلبسو حتى على برا المحجبات صراحه طويل كيجي تقريبا حتى تحت الركبه و اوفر سايز. وانا باقا جيت ديكوراسيون جيت لقيت الشمع ديال بصح اللي بان لي هاد الشمع هذا اللي كما كتعرفوا دابا دارج موضه هاد الستيل هذا وبغيت نوريه لكم نوريكم الاثمنه كما كتشوفوا راكم شفتوا الثمن. وهادو تا هما دايرين بحال بوربوخاس بحال هكا زوينين عاجبيني صراحه تا هما. وصراحه هادي اللي دائما زوين هنايا فري مارك مقارنه مع محلات اخرين كندير لهم كربعه ورا محلات اخرين. وهادو البنات هما راه دايرين فيهم التخفيض هنايا كنقول اش المحله ندخلوا ليه هو الاول ما عرفناش فين ندخلوا هي العيان هنايا كالميه كما كتعرفوا الوليدات الصغار كيعجبهم بقى في الكارو يدوروا. هنا دخلنا البنات يمكن لا بيرسكا بيرسكا دخلت ماما تشوف شي حاجه
وصافي شوفوا البنات على الالوان، عرفتي عقلتو كنت كنقول لكم ما كنحملش الالوان، شوفوا البنات عقلتو تسكتوا كضحكوا عليا ما خديتهمش انا يلا ولا موضه. ولكن مشي متفشين وقال لي بلي حتى في بريمارك راكم شفتوا حكا في بريمارك يعني ثمن رخص من بيرسكا. وشوفوا البنات قالت لي ماما ولو تبيعوا الحوايج بحال ديال البالا، عرفتي الله الا عندها الحق وحق الله، يعني داك الستيل ديال التسعينات عرفتي. ضحكاتني ملي قالت لي ماما ونسجل لكم ديك اللقطه، شفتوا على الوان وعلى حاله، فهمتي انا وحق الله يعني واحد يمشي يتقدم للبال حسنا ما يجيش يتقدم من المحلات. وهنا دخلنا البنات الكياب يشوفوا دايرين حتى هما الربيخه 3 في 2 حتى هما دايرين تخفيضات فشي حاجه ماشي بزاف ولكن كاينه. وهنا وريتكم هذا النوع ديال الشجر عرفتو واعر البنات الصغير ولكن والد، شوفوا شوفوا الرمان عرفتي الشجر كيحمق دايرين هذا بحال المعرض غزالين عرفتي سبحان الله العظيم حمقونا لان لا ماما. شوفوا سبحان الله شوفوا الشجره شحال كتحمق، انا كيعجبني هذا الشيء ولكن ما كيصدقش ليا سبحان الله واش ما كنعرفش ليه ولا ما نعرف نتهلا فيه. شوف الشجره ديال الزيتون. وهنا دخلنا للبريمور، قول لي البنات كنوريكم هذه البارتي هذه ديال اورو 99 واش عمركم جربتوا شي حاجه وعجبتكم من هذه البارتي هذه قولوها ليا في التعليقات عطوني سميتها باش نجربها. وهنا هادو ديال اورو عرفتي عندهم شي حاجه زوينين قولوا ليا باش نجرب وندير لكم فيديوهات. وهنا البنات جينا ناخذوا ايلادو، قالت لك دانيا ناخذوا ايلادو عايش نمشي صافي خدينا ايلادو حنا نمشيو في حالنا. وهذا ما كان البنات هادشي ديال الخريجه ديال الصباح اللي درنا، مشينا في الصباح البنات. وبغيت نقول لكم واحد الحاجه قولوا لي واش بغيتو نوريكم داكشي اللي شريت، الا بغيتو قولوا لي في التعليق ان شاء الله ندير لكم فيديو. وتهلاو لي فراسكم حتى الفيديو ما يجي. باي باي.